المفوضية بدأت استعداداتها المبكرة لهذه الانتخابات منذ بداية هذا العام، و استعداداتها بدأت تزداد يوما بعد يوم باتجاه يوم الاقتراع. وفي هذه الفترة هنالك ملفات مهمة على المفوضية أن تنجزها، وهي ببدايتها إتمام موضوع المرشحين وتدقيق أسمائهم، نعم وأيضا استلام أسمائهم من الهيئات التي أرسلت لهم كالمساءلة والوزارة الداخلية وأيضا وزارة التربية والتعليم العالي، وأيضا إنهاء موضوع تصميم ورقة الاقتراع بعد الانتهاء من هذه الأسماء وإجراء القرعة لأسماء المرشحين، وكذلك موضوع سجل الناخبين، حيث أتممت المفوضية تدقيق الأسماء وأكملت عملية الانتشار، وبالتالي هنالك في صدد عملية تقطيع السجل على الدوائر الانتخابية. طيب هذه الاستعدادات هي كلها تذهب في مؤشر أو في اتجاه واحد، وهي أن المفوضية جادة ومستعدة لإجراء هكذا الانتخابات، بالإضافة إلى أنها تصدر بيانات يومية أو أسبوعية بهذا الاتجاه، نعم وبالتالي كل الاستعدادات وكل الضغط الحكومي موجه أيضا لمساعدة المفوضية بهذا الخصوص. طيب، يعني من الناحية الأمنية هل الأجواء مهيئة حاليا لضمان نزاهة الانتخابات؟ وما تأثيرات توجيهات الكاظمي للقوات الأمنية اليوم بتوفير الأجواء المناسبة للانتخابات؟ المفوضية والحكومة ملتزمتان أو مدعوتان لإنجاز هكذا هذه الانتخابات في وقتها المحدد، ووفق الأطر والمعايير الدولية والقانونية، وأيضا وفق الصيغة التي يجب أن يرضى عنها الشعب العراقي. نعم هنالك طبعا اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، والتي للمفوضية فيها أحد الأعضاء أو عضوين. هذه اللجنة هي المكلفة بإدارة ملف الأمن الانتخابي من حيث حماية مراكز الاقتراع، حماية مراكز التسجيل، حماية مكاتب المفوضية، والأهم من كل ذلك والمرشحين. وبالتالي هذا الملف يقع على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى، وفي حال وجود أي خروقات أو أي خلل، فإن الخلل بالتالي أو الأصابع على الاتهام ستؤشر للحكومة. طيب، المستشار الحكومي يتحدث عن وجود مشاكل في قانون الانتخابات ويصفه بأنه ليس مثاليا وليس عادلا، كيف تعلق على هذا التقييم الحكومي لقانون الانتخابات؟ وبرأيك هل يحمل رسائل معينة؟ أستاذ سيرفاست، هل تسمعني؟ نعم، اسمع اكيد. القانون الانتخابات فعلا فيه الكثير من المشاكل، وهذا القانون صدر في اجواء، يعني اعتقد ان مجلس النواب كان تحت كثير من الضغوط الشعبيه، وبالتالي الآن الوقت قد مضى بتعديله، لأن أي تعديل على قانون الانتخابات الآن يعني تأجيل الانتخابات، نعم وبالتالي الجميع مدعو للوقوف بجانب المفوضية في سبيل الإمكانية تذليل بعض هذه الصعوبات في حال لو لا، حدثت. يعني وبالتالي القانون أنا مضى عليه عدة أشهر على إصداره، لماذا هذا التوقيت في هذا التصريح؟ يعني هل يمكن أن نعتبرها بأنها تمهيد لعملية تأجيل الانتخابات؟ لا، بخصوص موضوع القانون الانتخابي، الكثير أو العشرات من الخبراء ومن الجلسات أكدوا على أنه بها ثغرات فنية، وبالتالي الإشارة إلى وجود خلل ليس علاقة بها هذا الوقت، لأن ذلك تم منذ تشريعه
ولحد الآن، ولكن لم تجد هنالك أي آذان صاغية موجودة في مجلس النواب للانتباه إلى هذه الثغرات. نعم، دول الاتحاد الأوروبي أمس قررت إرسال بعثة أو بعثة مراقبين إلى العراق. ماذا بعد هذه الخطوة؟ هل تعتقد أن مبدأ الشفافية والنزاهة في الانتخابات باتت متحققة مع هذا المستوى من المراقبة، أم يعني أن هناك قضايا أخرى مطلوبة لتحقيق مبدأ الشفافية؟ موضوع الشفافية ونزاهة الانتخابات بالدرجة الأولى يعني يرجع للعراقيين، وهي مسؤولية الجميع، ونقصد الجميع هنا شركاء العملية الانتخابية. وشركاء العملية الانتخابية هم الحكومة والقضاء والقوات الأمنية و حتى الناخب وأخيرا المفوضية. وصول فرق مراقبين دوليين سواء كان من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي أو من المنظمات الانتخابية المختصة الدولية والإقليمية هي نعم، مجرد لزيادة المصداقية والثقة في الانتخابات. ولمعلوماتكم أن هذه الفرق هي موجودة منذ 2005 ولحد الآن بنسب تزداد أو تقل حسب الوضع الأمني، ولا تستطيع أن تغطي جميع المحافظات وجميع المراكز الاقتراع وجميع المحطات، وبالتالي عليها أن تتعاون وتتآزر وتتكامل مع الشبكات والمنظمات المحلية حتى يمكن أن تصل إلى جميع المحطات في حتى المراكز النائية، لأن العمل أي تخرقات إذا كانت تحدث في مكانين، في مكان يتفق فيه الجميع من المنظمات المجتمع المدني من موظفي الاقتراع في ذلك المحطة على توجه ما، أو في المناطق النائية التي أصلا لا توجد فيها مراقبين سواء كان محليين أو دوليين. وبالتالي على الحكومة وعلى المفوضية العمل على ضمان أن تتواجد فرق المراقبين سواء كانوا محليين أو دوليين في جميع محطات الاقتراع في العراق بدون استثناء.